أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة الليلة من زوايا الحدث. في هذه الحلقة سنناقش الوضع الميداني في ظل عدم التزام الميليشيا بالهدنة وأثر ذلك على مساعي السلام. أكثر من نصف المدة المقررة للهدنة انقضت ولم يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ حتى الآن. الفارق الوحيد أن الحديد تبدلت مفرداته، فبدلا من استمرار القصف أصبح خرق الهدنة هو التعبير المتداول، وعلى هذه الوتيرة مضت الساعات الماضية. تفاءلت المواقف الدولية وأملت معظمها في أن تكون هذه الهدنة مقدمة نحو سلام دائم، لكن الواقع كان مختلفا وعكس التفاؤلات تماما، حيث استمرت الميليشيا في التحشيد والقصف على المدن وقتل المدنيين. فمنذ ما بعد الهدنة قتلت الميليشيا 6 مدنيين في محافظة مأرب وحدها. أما في تعز ارتكبت القوى الانقلابية عشرات الخروقات والتي توزعت بين القصف على الأحياء السكنية وقصف مواقع الجيش واستخدام تعزيزات من خلال هذا كله تم في خلال يوم واحد، حيث بلغت عدد الخروقات أكثر من 69 خرقا في مدينة تعز تحديدا. جاء ذلك يعني بحسب تصريحات من قائد قوات الاحتياط سمير الحاج. إذن كعادة الهدن السابقة تبدو الهدنة السادسة منعطفا جديدا في مسيرة الحرب الدامية التي تقودها الميليشيا، فلم يرى اليمنيون من شروطها المتمثلة بدخول المساعدات الإنسانية وتوقف العمليات العسكرية إلا مزيدا من القتل والحصار. خروقات الميليشيا وأثر ذلك على مصداقيتهم في التوجه نحو السلام ستكون موضوع نقاشنا في حلقة اليوم، ولكن سنناقشها في محورين: رصد الخروقات التي ارتكبتها الميليشيا في العديد من الجبهات، وأثر استمرار العمليات العسكرية الميليشياوية على الوضع الميداني ومساعي السلام. لكن مشاهدينا، قبل أن نبدأ النقاش سنتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. ما فيش تطبيق لهذه الهدنة، ما فيش هدنة مع إيقاف التنفيذ. كل الأسلحة استخدمها الانقلابيون في التعبير عن رفضهم الميداني لهدنة سقطت منذ الساعة الأولى. سامع اليمنيون من المبعوث الأممي إلى اليمن نبأ موافقة ميليشيا الحوثي والصالح الانقلابية على هدنة 72 ساعة لتضاف إلى 5 هدن فاشلة، لكن أي من فريقي الانقلاب لم يصرح بشيء. مظاهر تحدي إرادة المجتمع الدولي تبدو واضحة في هذا التجيش المستمر لما تبقى من الحاضنة العشائرية المنهكة للانقلابيين، سلوك يتعمده الانقلابيون بغية إفشال أحدث هدنة في مسار الأزمة والحرب التي تشهدهما اليمن، وتعقيد المشهد بما يدفع المجتمع الدولي للذهاب إلى صياغة مشروع قرار بوقف إطلاق النار، رغبة عبر عنها وزير الخارجية اليمني الأسبق المقرب بن صالح أبو بكر القربي في تغريدات له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأفصح عنها الناطق العسكري باسم ميليشيا الحوثي وصالح شرف لقمان: "نحن لا نريد هدنة، نريد وقفا شاملا وكاملا". لكن المجتمع الدولي لا يبدو أنه عازم على منح الإنقلابيين مكافأة جراء تماديهم في انتهاك الهدنة الجديدة. هذا على الأقل ما عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري صاحب مقترح الهدنة، الذي شدد على ضرورة أن يلتزم الحوثيون بوقف إطلاق النار بعد أن قالوا إنهم سيدعمونه. واعتبر كيري أن أي خرق للهدنة يعرض للخطر إمكانية العودة إلى المحادثات، وفي حين دعا كيري الحوثيين إلى سحب قواتهم وصواريخهم، أقر أيضا بحق السعودية في وقف هجمات الصواريخ التي تطلق من اليمن. كل شيء على حاله في أحد أهم الجبهات سخونة، إنها تعز، فالقصف لم يتوقف والحرب من طرف واحد هو الطرف الانقلابي. والشرعية بالهدنة، ولكن هناك اختراقات من جهة العدو الحوثي والميليشيات الحوثية بعدة اختراقات من اتجاه اللواء 35 من اتجاه غراب واتجاه تبت الضنين. التلاميذ في تعز يذهبون إلى مدارسهم في ظل القصف والأجواء يسودها التوتر ذاته، ووحدها صنعاء نعمت بيوم من الهدوء لأن التحالف هو من أوقف إطلاق النار، فيما بقي الإنقلابيون على عهدهم من كسر القواعد وإحراز المكاسب في ظل الهدن والمشاورات. إذن مشاهدينا، لبدء النقاش ينضم إلينا من الرياض اللواء الركن سمير الحاج قائد قوات الاحتياط. سيادة اللواء مساء الخير. مساء النور أخي العزيز. أهلا بك سيادة اللواء. يعني لو بدأنا بالحديث عن الوضع الميداني وعن الاختراقات الحاصلة في الجبهات، هل من إحصائيات لعدد الخروقات التي تمت؟ هو ربما نحن أصدرنا بيان بالأمس وتحدثنا عن اليوم الأول من الخروقات، لكن دعني اليوم أقول لك أنه في تعز فقط حتى اللحظة في حدود 64 خرق، إضافة إلى طبعا استمرار الهجوم في منطقة ميدي لمحاولة تحقيق أي مكاسب. طبعا
لم يحققوا مكاسب بل خسروا بعض المواقع. ايضا في منطقه مريسة الضالة لم يحققوا اي تقدم رغم استمرارهم في الخروق حتى الان. نعم. ولم يتم يعني حصر الخروقات في هذه المنطقه الى اللحظه لانهم سيوافون بالتقرير ربما في وقت متاخر حتى تنتهي مده التقرير. بالنسبه لمنطقه الجوف في منطقه المصلوب لا زال الاختراقات قائمه وفي جبهتهم ولعلكم تابعتم اسقاط التحالف لمجموعه من الصواريخ التي التي حاولت الوصول الى المجمعات السكنيه في مدينه مارب. تعد الوضع يعيش على حاله الاول، لا زال الحصار قائم بل اشتد اطلاقا، اشتد القذف على وسط المدينه والعشوائي وربما حتى الان يعني لم يوجد اصابه مباشره سوى مجموعه من المدنيين في منطقه مارب ومجموعه من الجرحى في 11 جرحى في محافظه تعز. نعم. لكن القصف حتى الان مستمر والخروقات لا زالت مستمره. نعم يعني سياده اللواء، يعني هذا الكم من الخروقات التي ذكرته خلال اليومين سواء يوم امس وايضا الخروقات التي تمت اليوم، يعني هل القائمين على هذه الهدنه على اطلاع بذلك؟ وما هي يعني مواقفهم وموقفكم انتم في الجيش الوطني وايضا مواقف المقاومه الشعبيه من ذلك؟ على اي حال يا اخي هذا الشيء الحقيقه امر مستغرب. نحن استمعنا الى المجلس الاممي وهو يقول ان الانقلابيين بشكل عام وافقوا على هذه الهدنه، ولكن ربما بعد اقل من 3 دقائق كانت المدفعيه حقا انتفضت في عسيلان في منطقه في شبوه، وكذلك في تعز بعد 5 دقائق فقط من وقت اطلاق النار. الجيش الوطني اليوم قائد محور تعز يمر على المواقع ولا زال يؤكد على الجميع بضبط النفس، ويعني برضه في نفس الوقت ضبط النفس ومنع الانقلابيين من تحقيق اي تقدم. نحن بالجيش الوطني وفي المقاومه الشعبيه اصبحت لا تنطلي علينا مثل هذه الاشياء، نحن كامنين نفهم بأن الانقلابيين ليس لهم عهد ولا يمكن أن يطبقوا أي هدنة، هذه الهدنة الرابعة، هم فقط يحاولون قدر الإمكان تحييد الطيران لغرض تحقيق مكاسب. ربما كان هذا في الهدنة الأولى ممكن عندما اجتاحوا الجوف، لكن اليوم نقول لهم هذا أمر مستبعد، إذا رفضتم الهدنة بإذن الله سيستكمل النصر وتحرير ما تبقى من المناطق، ليس لكم مجال إلا التسليم بما جاء في قرارات الأمم المتحدة وبما يعني نصت عليه المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومؤتمر الحوار الوطني، غير ذلك ستخسرون باستمرار. نحن بالجيش الوطني اليوم على أهبة الاستعداد وفي جاهزية عالية لتنفيذ ما تبقى من المهام. فقط ما يوقفنا هو احترامنا لشرعيتنا واحترام التحالف ايضا لهذه الشرعيه. لكن يعني سياده اللواء، يعني تجريب المجرب يعني شيء متعب نوعا ما، يعني انتم تعرفون ولكم تجارب في الهدنة السابقه، على اي اساس تم الموافقه على هذه الهدنه والواقع اليوم يتحدث؟ اخي العزيز نحن هنا نتحدث عن دوله وليس عن ميليشيا، نحن لدينا رئيس جمهوريه ولدينا يعني حكومه شرعيه ولنا قياده جيش، وفي المقابل الطرف الاخر عباره عن ميليشيات منفلته ليس لها اي ضوابط، ونحن ايضا جزء من المجتمع الدولي الذي تحدث معناه واصدر القرار 2216، واليوم حتى وزير الخارجيه الامريكي وجه نداء واضح وصريح لصالح والحوثيين بالتوقف عن هذه الالاعيب السخيفه، يعني تحدث وقال بانه يجب على الحوثيين والانقلابيين التوقف عن خرق الهدنه، وهذه رساله اعتقد اصبحت واضحه والعالم اصبح يدرك رغم العبث الذي ربما تمارسه ايران في ايهام الانقلابيين بانه بهذا الشكل ربما يوحوا الى الاخرين بانهم لا زالوا قوه قادره على المقاومه، وهم يريدون بذلك ان يبتعدوا عن حال المواطن الذي اصبح اليوم لا يجد مرتب ولا لقمه عيش وياكل من القمامه فيشغلوه بحروب خارجيه، لان الهدنه ليست في صالح الانقلابيين، تاكد السلام ليس في صالح الانقلابيين على الاطلاق. نعم، استسمحك بالاشراك معنا بالحديث المحلل السياسي السعودي سيد سليمان العقيلي. سيد سليمان مساء الخير. اهلا مساء النور. اهلا بك سيد سليمان، يعني اهلا بك سيد سليمان، يعني لو استمعت لحديث اللواء ركن سمير الحاج قائد قوات الاحتياط، هو سرد لنا عمليات الاختراق التي تمت في الهدنة سواء يوم أمس أو اليوم، يعني الأمور واضحة والتوقعات كانت في محلها، يعني في أن هذه الميليشيا لا تلتزم بالهدن وإنما تحتكم إلى موقع يعني إلى القوة.
ما الذي يريد يريده المجتمع الدولي والأمر بات واضح يعني؟ نعم، أولا نشكر سعادة اللواء الركن سمير الحاج على هذا التنوير الميداني الذي بالفعل يحتاجه الإعلام العربي، وخاصة أن سعادة اللواء هو في الواقع يعني قامة عسكرية يعني لمساتها في الميدان وفي التنظيم العسكري، وهو في تماس مباشر مع الحوثيين المعتدين على الشعب اليمني وعلى الشعب السعودي. كلامه في الواقع هو بالتأكيد أنه يتلاقى ومع التقارير التي أصدرتها لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، والتي أكدت فيها انتهاك الحوثيين للهدنة في جميع الجبهات، وهذه الانتهاكات كانت متوقعة، ونحن يعني ذكرنا أننا غير متفائلين بهذه الهدنة في مقابلات تلفزيونية عديدة، وحتى وصمنا بالتشاؤم وفي عدم القدرة على التفاعل مع الأحداث. في الواقع الجميع، العسكريون والسياسيون والإعلاميون والمحللون والخبراء الاستراتيجيين، كلهم أصبح لديهم خبرة في الموضوع اليمني بأن الحوثيين ليس لديهم التزامات وليس لهم مصداقية، ولا يمكن الوثوق بأقوالهم ولا بتوقيعاتهم ولا بما يعدون به. هذه الفئة لا يعني لم ترقى إلى مستوى المصداقية السياسية أو المصداقية الوطنية، ولذلك الجميع كان يتوقع مآلات هذه الهدنة القصيرة في الأصل. نعم، ولكن التحالف نعم. يعني هو الهدن باتت يعني مضيعة للوقت لا غير، يعني التحالف العربي لديه تجارب في مع هذه الميليشيا فيما يخص الهدن وأيضا الشرعية اليمنية، لكن يعني لا نستبعد أن تأتي شهرين جديدة ونسمع عن هدنة جديدة. لماذا لا يكون خيار الحزم هو الخيار الوحيد للخلاص من هذه الميليشيا؟ نعم، هو في الواقع هذه الهدنة في الواقع جاءت تجاوبا مع طلبات المجتمع الدولي، وفي الواقع أن الحكومة الشرعية والتحالف العربي في استجابتهم لهذه الرغبات الدولية، الرغبات الأسرة الدولية، كشفوا فيها في الواقع مصداقية عدم مصداقية الطرف الآخر وضعف أداء السياسي وانتهاكه للعهود التي يعطيها. ولذلك فإن التحالف العربي وكذلك شركائهم في اليمن والحكومة الشرعية وجيشها ومقاومتها الوطنية في الواقع أنه بموافقتهم والتزامهم بالهدنة يعني منحوا العالم كله فرصة التعرف على أخلاقيات الطرف الآخر وعلى أطماعه وعلى سلوكياته التي هي في الواقع خارج إطار قواعد الاشتباك. يعني حتى سيد سليمان، حتى الازدواجية التي ظهرت بها قيادة هذه الميليشيا، يعني كيف تفسر يعني في المواقف، يعني هذه الميليشيا في بعض الوقت تقبل بدعوة الأطراف الدولية لوقف إطلاق النار، وبالمقابل تعمد إلى النقيض على أرض الواقع. نعم، أنا أقول إنه المواقف التي أعطتها الحكومة الشرعية والتحالف العربي لدعم الشرعية للأسرة الدولية والتزامها أعطى فرصة ثمينة جدا لتعرية الحوثيين وشركائهم في اليمن. لذلك فإن المرونة السياسية والمصداقية الميدانية التي سجلتها الحكومة وكذلك حلفائها هي اللي في الواقع أعطت رصيد جديد، رصيد سياسي
لها لدى الأسرة الدولية. الأسرة الدولية في السابق وخاصة قبل عدة شهور ربما في 2015 كان عندها فكرة أنه هناك خلل في موازين القوى وأنه المناطق التي سيطر عليها الحوثيون أنها يعني تحتاج إلى المساعدات الإنسانية وأن الهدنة الإنسانية ضرورية. الحكومة الشرعية اليوم ومن قبل مع التحالف العربي أعطوا فرصة للهدنة، ولكن الطرف الآخر الذي ربما استجلب عطف المجتمع الدولي هو الذي يخرب الهدنة. نحن نقول أنه اليوم الحكومة وحلفائها يسجلون نصرا سياسيا، بينما الحوثيون والمخلوع يسجلون خسارة سياسية. هذا في موازين السياسة. في موازين الميدان لا نتوقع نحن أن انتهاك الحوثيين للهدنة سيعطيهم فرصة كسب مواقع جديدة، لأن الجيش الوطني وكذلك المقاومة وكذلك طائرات التحالف كل هذه الجهات الثلاث لديها خبرة ميدانية عملية في سلوك الحوثيين، ولم يثقوا لمرة واحدة التعهدات التي أطلقوها، ولذلك بقيت الأصابع على الزناد. فبمجرد أن الحوثي انتهك الهدنة تمت مواجهته برد الفعل المباشر. يعني الحوثي لم يكسب لا ميدانيا ولا سياسيا ولا حتى يكسب بالفعل في موازين التنازلات التي بالفعل. سيد سليمان موازين القوى. نعم سيد سليمان سأستكمل معك من هنا، ولكن سأعود بالسؤال للواء سمير الحاج. سيادة اللواء، كيف تقيمون أثر هذه الخروقات على مساعي السلام؟ طبعا أخي العزيز دعني ولن أضيف على ما قلت في البداية، ولن بعد شكري لأستاذنا الفاضل أستاذ سليمان، دعني أؤكد لك بأنه دائما كان حرص الحكومة الشرعية هي الوصول إلى السلام. في الأخير نحن نتحدث عن شعب، إذا كانت الميليشيات تتحدث عن مجاميع وإلا عن ربما طوائف وإلا عن أشخاص، لكننا نتحدث عن شعب كامل، يعني قرابة 30 مليون إنسان يحتاجون إلى السلام. لكن أكيد مثل هذه الخروقات كما قلت لك نحن كعسكريين ننظر إليها من شقين، إما أن هذه الخروقات الهدف منها عدم إتمام أي هدنة لأن الشعب بدأ يثور خاصة في المناطق اللي خاضع لها الحوثيين، هناك قبائل خولان رفضت التلاعب السياسي فيما حصل، هناك الآن بدأ الناس يبحثون عن مرتباتهم لأكثر من شهرين، هناك انتفاضة قادمة في العاصمة صنعاء، هذه يتجاوزها الحوثيون بافتعال معارك والاستمرار في الخروقات حتى لا يكون هناك هدنة. يوافقون المجتمع الدولي وكأنهم يقولون عندما توقف الطيران سنبدأ الهجوم، نقطة زيادة الهجوم. هم الآن يعرفون أن أي هجوم يقومون به سيواجه برد فعل عنيف وقوي، وهذا الذي حصل في ميدي اليوم وكذلك بيحصل في كل الجبهات. الأمر الثاني نحن نفسر هذا الربط، ربما هناك أسلحة لا زالت في عرض البحر يحاولون إدخالها فيأخذوا من هذه الهدن حتى يستطيعوا استكمال بعض المواقع وبعض قطع الغيار وبعض الأسلحة. غير ذلك ليس هناك أي مبرر، كما قال أستاذنا الفاضل هم يخسرون على جميع الأصعدة السياسية وحتى الاقتصادية وحتى الإنسانية والأخلاقية وكذلك العسكرية والسياسية. فنحن طبعا هذا بيكون تأثيره كبير جدا على مباريات إحداث السلام، ونحن نريد أن نقول لشعبنا أن هؤلاء هم من يرفض السلام لهذا الشعب لأنهم قرروا أن يكونوا حاكمين على فوهات البندقية. نعم سيادة اللواء، يعني الوضع الذي تبدو عليه الهدنة في هذه اللحظة، إذا طرح فكرة أن يتم تمديد ما يسمى بالهدنة، هل أنتم مع الفكرة بالواقع الذي تشهد الهدنة في هذه اللحظة؟ يعني تمديد لا موجود ممكن، يعني إذا كان من هذا الباب أصلا الهدنة لم تبدأ، قلت ثلاث دقائق وبدأ اختراق الهدنة، خمس دقائق بتعد وبدأ اختراق الهدنة. هم ربما قد يحاول المبعوث الأممي تمديد، ولكن تمديد على هدنة، أما الهدنة ما لم تبدأ بعد. هو يعني إذا كان احتسبوها بأن اللحظات التي تمر فيها هذه الهدنة هي في سياق صحيح، يعني أنتم أن تقبلون بالواقع هذا؟
إذا طلب فكرة تمديد. شيء نحن كعسكريين نقول أن هذا شيء غريب، هدنة مع قصف، هدنة مع إدادة في تعز، هدنة مع حصار مستمر في تعز حزنة، مع هجوم كاسع في بيدي وفي المصلوب في الجوف وفي نهم وفي منطقة مريس في الضالع في كل مكان، في عسيلان في شبوة، أي هدنة هذه. لكننا في الأخير نتعاطى نحن كجيش وطني يتبع قيادة شرعية سياسية عندما تأمر، نحن مضطرين لتنفيذ هذه الأوامر. دعني أقول لك حتى الإخوة في الأشقاء في المملكة العربية السعودية وفي التحالف بشكل عام، هم دخلوا الحرب بناء على طلب من رئيس شرعي منتخب، وهم أوقفوا الطيران بناء على طلب أيضا من رئيس شرعي منتخب. هذا يعني قمة الانضباطية مع العالم ومع المجتمع الدولي. اليوم أيضا المملكة العربية السعودية تتعرض ل يعني قصف بالمدفعية، وهناك جرحى وهناك قتلى، ليس هناك أي احترام لهذه الهدنة. لكننا كما قلت إذا قررت القيادة السياسية أن نمدد سنمدد لها بشكل عندنا. نعم، أشكرك لواء ركن سمير الحاج قائد قوات الاحتياط، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. نعود بسؤال إلى المحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي، ولكن باختصار سيد سليمان، يعني هذه ما هي الإجراءات الضامنة لنجاح أي هدنة؟ أنا أعتقد أنه لم يعد هناك أي ضمان لأي هدنة. وعندما قلت أن الحوثيين خسروا سياسيا الآن كما هم يخسرون في الميدان، أنا أقصد أن المجتمع الدولي أو القوى الكبرى، أو لنحدد أمريكا على الأقل، ستقلص من ممارستها لضغوطها على أصدقائها سواء في الحكومة الشرعية أو في التحالف العربي، وهم يعني أصدقاء كانت تمون عليهم. نعم. بالتأكيد أنها ستقلص الضغوط عليهم، لأنه تأكد لها أن المعرقل الحقيقي للعملية السياسية في اليمن هم الانقلابيون. ولذلك الهدنة أنا أعتبرها هدية جديدة للحكومة الشرعية وللتحالف العربي، حيث فضحت من جديد سلوك الحوثيين وعدم رغبتهم بالتسوية وبالسلام، وعدم ميلهم إلى فتح الفرصة للمساعدات الإنسانية لإنقاذ الشعب اليمني المحكوم من قبله. ولذلك أنا لا أعتقد أن هناك فرص أخرى لتمديد الهدنة، لأنه لا يوجد هدنة أساسا. يعني الحوثي خرق الهدنة من الدقائق الأولى، ولم يعد هناك هدنة. يعني كلام في تمديد هدنة هو في الواقع كلام ضايع، لأنه الهدنة انتهت، سقطت الهدنة في دقائق الأولى. الذي التزم بالهدنة هم الحكومة وحلفائها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وهم الذين اكتسبوا مصداقية أمام العالم، وهم الذين الآن يمتلكون زمام الأمر الميداني والسياسي. يعني كلام الحكومة وحلفائها اليوم مسموع في العواصم العالمية، باعتبار أن هذه الجهات لديها مصداقية وتنفذ ما تلتزم به. نعم نعم، وضحت الصورة. المحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، سينضم إلينا الآن من تعز القيادي في المقاومة الشعبية عبد حمود الصغير. سيد عبدو، مساء الخير. مساء النور عافية. أهلا بك سيد عبدو. بالبداية لو تحدثنا عن الوضع الميداني في مدينة تعز في هذه اللحظات. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام في كل ربوع اليمن السعيد. أهلا بك. المشهد العسكري في مدينة تعز وجميع الجبهات المحيطة بالمدينة طبعا مشهد متأزم كثير جدا. الميليشيات منذ 72 ساعة وهي تعجز بأفراد كثير إلى الجبهات بشكل كبير، وتعجز أيضا بآليات عسكرية. منذ اللحظة الأولى للهدنة زاد عملية القصف على جميع مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وأيضا المنشآت السكنية والحارات والسكان، مما سبب كثير من الأضرار البشرية والمادية
في المساكن وأيضا في الأفراد. نعم. هذا يدل على الواضحة أن هذه الميليشيات لا يهمها قضية هدنة أو سلام بقدر ما يهمها إعادة ترتيب أوراقها. نعم. وإعادة ترتيب المشهد الخاص بها لإيصال كثير من آلياتها العسكرية التي يمكن أن تستهدف عبر صقور الجو في الطرق المؤدية تعز. هذه الهدنة هي يعني دليل. لكن أنتم في المقاومة الشعبية سيد عبده، أنتم في المقاومة الشعبية كيف تتعاملون مع هذه الخروقات؟ نحن في الجيش الوطني للمقاومة الشعبية استجابة لتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية والقيادة وزارة الدفاع، استجبنا لمسألة الهدنة ونفذ الأوامر حسب ما وردت إلينا. نعم. لكن فوبينا بأن هذه الميليشيات منذ 3 دقائق الأولى إن لم يكن اللحظة الأولى للهدنة بدأت بقصف شديد على جميع المواقع، مما أضطر الجيش الوطني للمقاومة الشعبية للدفاع عن النفس والرد بحسب المتاح معنا. أبلغنا جميع الجهات المهتمة بالهدنة عن خروقات العدوان والميليشيات بشكل كبير، أوصلنا جميع هذه الخروقات إلى كل الجهات الرسمية. ما زالت حتى هذه اللحظة الميليشيات تعزز وتستهدف المواقع. خلال نهار اليوم كان هناك هجوم كبير باتجاه قطاع الضباب في اللواء 17، وهناك أيضا هجوم باتجاه قطاع العنين. هذا يدل دلالة واضحة على أن هذه الميليشيات لا تريد هدنة ولا تريد سلام. نعم. من الشروط الأساسية كانت في هذه الهدنة التي وضعت سيد عبده يعني هو دخول المساعدات ولمدينة تعز تحديدا، ما الذي تم في ذلك؟ تعز يعتبرها الحوثيون والمخلوع الصالع أنها جزء من المناورة، وبالتالي عندما أتكلم عن الهدنة هم يشددوا الخناق على تعز ويشددوا الحصار بشكل أكبر ويشددوا القصف. وبالتالي خلال اليومين الماضيين لم نرى أن هناك طرق ومعابر فتحت من جميع الجهات المهدية للمدينة. أيضا لم نرى مساعدة دخلت المدينة، لم نرى أي تحرك إغاثي للمدينة عبر هذه الطرق. هذا يدل على أننا على أن الحوثي وصالح يناوروا مناورة في قضية الهدنة، وأيضا لا يهمهم الهدنة بشكل أساسي بقدر ما يهمهم ترتيب أوضاعهم. نعم. سيد حمود باختصار يعني في الوضع الذي تبدو عليه الهدنة في هذه اللحظات، هل أنتم مع أي تمديد يطرح لهذه الهدنة؟ التمديد يكون لهدنة قائمة، لكن حتى هذه اللحظة لم نرى هدنة، وإنما رأينا زيادة في القصف وزيادة في الهجوم وزيادة في قصف المدنيين، هذا ما رأينا. وبالتالي مسألة الهدنة هي مسألة عبثية. نحن مع الهدنة إذا كانت هدنة حقيقية تفضي إلى إجراءات حقيقية لفك الحصار. نعم. لسحب المعدات العسكرية، لفتح المنافذ، هذا إذا كان هناك هدنة. ما عدا ذلك هو جانب عبثي لا يؤدي إلى شيء. نعم. أشكرك عبدو حمود الصغير القيادي في المقاومة الشعبية، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. لا يسعني إلا نشكر ضيوفي، كان معي اللواء ركن سمير الحاج قائد قوات الاحتياط، وأيضا أشكر الكاتب والمحلل السعودي سليمان العقيلي كان معنا عبر الهاتف من الرياض، وهو أيضا الشكر للقيادي في المقاومة الشعبية كان معنا من تعز السيد عبدو حمود الصغير. ختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى ألتقيكم في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله.